هي باين عليها تفتكر؟ بصوا ربنا يستر. اوبس تقلبها طبعا سايبهم. اللزق قطيفة لا مش هنفتح لهم عشان بس ما شاء الله فك يا جدعان حصل. ما شاء الله نزلت. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ اطلع بس الاول يكمل على خير يا صاحبي. عايز تاكل؟ حافظ الباب بتاعه. حلوة الحركة دي صح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحة وسعادة كويسين وكل فيديو وانتم طيبين، ورجعت لكم مأجلة في فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يباركنا في كل شيء. طبعا يا رجالة انا اسف اني منزلت مكنتش فيديو امبارح بجد والله، يعني كنت عند الدكتور فمكنتش موجود هنا في اكتوبر، فالحمد لله رب العالمين ربنا يعدي على خير يا جدعان، ادعوا لي بجد الفترة دي. المهم يا جدعان في فيديو جديد نزل على القناة الجديدة، هتلاقوا صندوق الوصف تحت في صندوق الوصف وعاود تعليق مثبت، فيديو مختلف ان شاء الله يا رب يعجبكم وتستفادوا بيه. تعالوا النهاردة نشوف الفيديو بتاعنا هيحكي عن ايه، يلا بينا. طبعا يا رجالة النهار عندنا بيبتدي اهو، بصوا يا دوبك لسه بيبتدي يشقشق تمام. فانا بجد تعبان مش قادر ان انا اقعد استحمل لما افتح الحمام ده النهارده، فاحتمال ما نفتحلوش النهارده. فعايزين بس ايه نبص على الزغاليل طبعا والشبابات، طبعا كانوا داخلين في دور كده عالجناهم منه، عايزين نشوفهم بس عشان ما بصيتش عليهم والله. بسم الله ما شاء الله. طبعا الجدعان ابتدوا يحلو اهو، الله اكبر. دي يا رجاله تفتكروا انها تطلع نتايه؟ هي باين عليها تفتكر؟ هل هتطلع نتايه؟ ده اللي هنعرفه بعدين ان شاء الله. طمن بس على شبابتنا، ممكن وانا بصور كده النهار يكون طلع الواحد يكون فاق شويه ممكن افتح لهم، فانتوا رزقكم فعلى الله. بس انا بجد مش قادر ان انا اقعد واستنى، فعلى الله تسهيل ما شاء الله اهو. ودي بردك شكلها هتطلع النتايه، بصوا ربنا يستر ربنا يستر ما يطلعوش كلهم نوتي. لا ما انا اكيد مش هقول ده هيطلع نتايه، يعني ما لسه ما بنوش، لسه زغاليل صغيره ونتفائل خير. بسم الله. اوبس ده اللي تعبان خالص، الباقي كله فايق، ده اللي تعبان خالص. بصوا عينه قفلت، طب عينك التانية ايه شغالة تمام على الله. ده اللي واخد فعلا دور صعب اوي. سهلة سهلة خير خير كله خير. هنا كان في فرد حمام اهو، خد يا اسطى ما شاء الله فايق اهو كويس الحمد لله رب العالمين. خير خير بسم الله. ده بردك نص نص، ده نص نص فعلى الله تسهيل. ده ما شاء الله كويس على الله، اللي يتعب يتعب يا جدعان، احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. والشاب ده ما شاء الله كويس، والنتايه الزرقاء القطيفه ديت ابتدت تتحسن اهي برضك، انتوا لو ملاحظين برضك ما شاء الله على وقفتها ابتدت تتحسن عن الاول، وعلى الله تسهيل شغالين معاها. طبعا هنخش جوه دلوقتي هنفتح للقصوص ما شاء الله. ده برضك فاق شويه، احنا بس بنطمن عليهم كده عشان والله انا ما اطمنتش عليهم فعلا، لسه ما اطمنتش على حمام خالص. انا كل اللي عملته اشتغلت جوه ان انا روقت للحمام، مع ان والله العظيم كنت على اخر، بس فعلا كان لازم اروق عشان الدنيا كانت بايظه خالص. بص مطلع شنطه زبله قد ايه، فعلى الله التسهيل. طبعا بقى هنعمل ايه هنا كده يا رجاله، بقى لنا فتره ما بنصورش بالليل مع القصوص. طيب هنبتدي دلوقتي هنسيب زمزم. زمزم ايه؟ لبه. لبه طبعا سايبهم ما شاء الله تمام، سايب لبه وده كمان هنسيبه هنخليه كده مفتوح. اللزق قطيفه لا مش هنفتح لهم عشان بس الزغاليل. في برضك حاجه يا جدعان حصلت هنا ما شاء الله، في حمام فك. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. الحصى بتاع الاستراليات اللي احنا محضرينه تحت دول ما شاء الله فك يا جدعان، حصواه اهي فكت اللهم صل على النبي، جابت زغلول تمام الله اكبر. فطبعا دول عشان لسه الزغلول صغير مش هفتح لهم، والبوازات دولك طبعا احنا كنا محضنين الحصى تحت الاستراليات، فما شاء الله وانا بنضف لقيتهم فكوا اهو اللهم صل على النبي زغلول، طبعا شكله لسه مفكوك اللهم صل على النبي اهو. ما شاء الله اللهم صل على النبي. والحصوه الثانيه انا مش شايف هل منقره ولا لا، والله ما واخد بالي. شكلها منقره يا جدعان، ربنا يا رب يزيد ويبارك. فطبعا دولك مش هنفتح لهم، هنسيبهم. هنفتح الحمرك شاك دول، هنفتح الحمرك شاك وهنفتح للسود دولك. طبعا مش هنفتح لدولك عشان الدكر اللي هنا ده غبي غشيم فما يخشش يكسر بيض او حاجه. الزغلولين دولك لسه شغالين معاهم. هنا ما شاء الله في الاحمر الغزار بردك مش هنفتح له عشان لسه تحتيهم زغلول صغير، ما هو ده يا جدعان الزغلول ده احمر الغزار ما شاء الله. بص عايز ياكل، بص عامل ازاي،
اللهم صل. بصوا فاكر ايدي ان انا باكله، بص اهو بصوا. فعلى الله التسهيل لسه ما كلفناش، فنخليهم كده دلوقتي دولك. اللهم صل على النبي. البوازات هنفتح للبوازات يا رجاله، هنفتح للبوازات. وهنا في ايه؟ وهنفتح برضك للحمر وخضار. تمام، هنفتح البوازات والحمر وخضار. قلنا دولك لا، وهنفتح لدولك كمان. تمام، نفتح لدولك. فاحنا كده فتحنا البوازات، عايزين نفتح كمان لدولك. دولك تحتهم الحصى بتاع الحمر وخضار، هنفتح لهم. تمام، اللهم صل على النبي. طبعا سلطان غبي، انا برضك ما بفتحش الحمام اللي هو الغشيم، انا بفتح الحمام اللي هو هادي شويه عشان برضك ما فيش حاجه تخش تكسر بيت حاجه، فاهمين؟ ها دولك برضك الدكر ده غشيم شويه، فبرضك مش هنفتح لهم. الحلبيات هنفتح لهم، هم الدكر يعني مش غشيم بس هو يعني شويه. تمام، وعايزين نفتح الباكستانيات. دولك برضك الدكر ده غشيم شويه. دولك انا فتحت لهم امبارح طول اليوم، فمش هفتح لهم النهارده. تمام، ودولك برضك مش هنفتح لهم. احنا بنفتح ايه الجزء كده يا جدعان، يعني انا كل يوم بفتح لجزء من الحمام اللي هو ينزل يهوي نفسه، يعني ما شاء الله الاحمر الاخضر نزل اهو. طبعا العبس ده دولك بيتفتح لهم يوم لوحديهم بس، يعني العبس دولك بيتفتح لهم يوم لوحديهم بس لسبب واحد، ان اللهم صل على النبي الدكر ده غشيم بطريقه غبيه، فلو دخل عليا حاجه هيكسرها. فما شاء الله هو الحمام ابتدى ينزل، اللهم صل على النبي. وزمزم برضه فوق، زمزم مش عارف معلقه معايا زمزم ليه، زمزم ايه ليه زمزم. ودرك ما شاء الله دي لبه. طيب احنا عندنا هنا عايزين نطمن على الزغل بتاعتنا زي ما متعودين في كل فيديو كده. ايه ده، مالك يا صاحبي الزغل ده؟ مش عارف ماله كده، حاسه كش، في حاجه ضرباه ولا ايه؟ لا ما تنزليش تحت، فيمكن عايز ياكل بس. بس هو كويس يعني لغايه دلوقتي كويس، ربنا يا رب يزيده ويبارك، ربنا يستر ان شاء الله. تمام، خليه. ايه يا عم واقف هنا بتعمل ايه؟ تمام، لسا فروتا مالك. وعندنا بردك هنا، فطبعا اهم حاجه لازم نعملها نطمن على زغاليننا. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي. يا صديقي الله اكبر يا جدعان، ده كده هاني تهوك ان شاء الله، ممكن اسبوع اسبوع ونفطمه، هو لسه طبعا بس لسه ناقص له اسبوع ونفطمه ما شاء الله. خش يا صاحبي، اللهم صل على النبي. حبيبي 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 يا ابو العبابيس زمزم، بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه انا بحب اطمن عليها مع الزغاليل، ممكن ما كنتش قلت لكم عليها، ان انا طالما لسه يعني عملت لهم الدبله في رجليهم، فلازم ان انا بطمن عليها عشان ممكن تكون مثلا اتحشرت مثلا عند ركبه هنا الكلام ده كله، فانا بطمن. فالزغول ده طلع يا رب بس يطلع ديله كده زي زمزم كده، هو يعني ان شاء الله هيطلع ديله مش قوي، بس يا رب يطلع بس الاول يكمل على خير. يا صح عايز تاكل؟ طبعا انا بص انا مش قادر، سبعه من ايدي كده اهو. ايه تاكل؟ ما شاء الله، نطمن برضه لو في اي حاجه. تمام، خش 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 خش، بسم الله ما شاء الله. طبعا واخد من الاثنين، واخد من الابيض والاسود. تمام، الاحمر الاخضر دخل عند الحلبي. لا اطلع يا حبيبي، هو المفروض ان هو حافظ الباب بتاعه، بس هو يطلع فوق طبعا اكيد مش هيخش. عندنا بردك زغلول هنا ما شاء الله. طبعا يا جدعان فيديو النهارده كده ان احنا بس بنهوى حمامنا والدنيا دي كده كلها ما شاء الله، الله اكبر. طمن بردك على الدبله بتاعته. لا كويس الحمد لله مفيش حاجه. لا انا عايز وشك مش عايز ظهرك. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يزيد ويبارك ويكمل على خير. رقبتك تمام زي الفل. خلاص يا فوزي خلاص. ايه يا عم يا شركسي. ما شاء الله. طبعا ده انا خايف عليه حاجه، ثانيه بس كده تعالوا معايا. ربنا يستر عشان الحته اللي ورا دي بص عامله ازاي يا رجاله، تحس انها مفتوحه. ايه نحط دي كده عشان لو لا قدر الله هما مالوا لقدام، فانا عايز بس عشان ما فيش حاجه تقع ورا.
انا عايز بس اخلي دي ايه اللي هي ايه بس كده على الله تسيب. يا نهار ابيض ده ماله خالص يا جدعان العيون مالت. ان انا بص مربطها بايه، مربطها بمسامير، فديك ممكن اجي في لحظه الاقيها كلها مقلوبه قدام، فعايز اجيب لها قوالب طوب احملهم عليها. فعلى الله التسعير. دولك ابتدوا الحمد لله رب العالمين في تحسن، الحمد لله في تحسن اهوك وخير ان شاء الله. يا حبابي بص يا جدعان ما شاء الله الحلبيات ما شاء الله بقوا مقص كويسين. اللهم صل على النبي. نقعد بقى قعدتنا الجميله نتفرج عليهم. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انت جيت هنا ليه يا شركسي؟ انا سميه شركسي عشان مش عارف عامل زي الفرخه الشركسيه. هوب 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 صغير بس ايه سفوت ما شاء الله. بصوا يا جدعان راح على بابا على طول حافظين ببانهم. وبجد احلى يعني حاجه ممكن تشوفها ان الحمام ما شاء الله هو سايب كده، بتبقى حاجه جميله جدا جدا جدا. اللهم صل على النبي ما شاء الله. طبعا يا جدعان انا فرحان ان بجد والله العظيم بالسلاكه الجديده ديك ان انا بحاول اقدم لكم يعني اشيك من الاولانيه، بجد اشيك من الاولانيه حاجه. بصوا حاجه جميله بس. فانا هحاول كده كل يوم اهو. بصوا يا جدعان الاحمر الخضار راح الباب بتاعه، فهم الحمد لله ابتدوا يحفظوا يعني ايه الحمد لله ابتدوا يحفظوا. هو انا قفلت على باب البوازه ليه؟ الدقه طالع واقفل على النتايه، فهم الحمد لله ابتدوا يحفظوا. فالحمد لله بعمل حتى الحلبات حافظين كله حافظ. فانا كده كده ايه هي سفروته فين اهي، فانا كده كده ايه هحاول كل يوم اسيب نص ونص فاهمين. ان انا ايه مش هينفع اسيبهم كلهم، ان هم ما شاء الله كميه كبيره، فلو سبتهم كلهم على بعض هيتبهدلوا. فمثلا احنا طلعنا الجزء ده النهارده، فبكره هنحبسهم وهنسيب الجزء الثاني وهكذا يعني. ودولك زي ما قلت لكم دولك ليهم يوم لوحديهم، دولك ليهم يوم لوحديهم لسبب ان هم الدكر ده غشيم جدا جدا جدا. انا عايز اوريكم بس كده هيعمل ايه لو طلع اهو. اطلع يا عم اخلص عارف ما تكسفش. يلا يلا بصوا ما شاء الله حتى طلعته. انا بحبسه ان هو فعلا غشيم، لو سبته شويه هتلاقوه ماسك الحمام مش سايبه، هيمسكهم فرد فرد هيضربه. بس لسه طالع كده ايه هياخد دنيته. وانت يا عم تفضل متعلق كده تعالى. حلوه الحركه دي صح يا عم؟ ما تجننيش وراك يا عم، تجننيش عمال يروح ويجي. بص بقى يا جدعان بص بص العبسي اهو ده اللي بتكلم فيه، بيمسك واحد واحد ما بيسيبهمش ما بيسيبهمش، خناق عربجي يعني. ده ايه ده؟ عربجي الغير ده يا عم، خد ده عربجي الغير. لا ما انا همسكك ما بعرفش اتحكم فيه تعال. اوه تعالى جبته انا طايح هو طايح. خش يا اخويا اقول لكم ده عربجي الغير ده يسيب لوحده، ده يسيب لوحده ده عربجي الغير. حتى لما كنت بنشه ده كان بيسيب الحمام ويطلع يتعربج على اي حد. يا صاحبي النتايه طبعا راقده على الحصى، طبعا هنلاقي ديك راقده على الحصى ودي راقده على الحصى. الام يا جدعان بجد اهو بصوا الام، الامهات النوتي كلها راقده 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 ما شاء الله. حتى هنا برضو كل النوتي اهي راقده، مفيش غير الذكوره هي اللي بتطلع تتصرمح، مفيش غير الذكوره تطلع تتصرمح. بص يعني ده سايب نتايته وطالع يتصرمح، وده سايب نتايته وطالع يتصرمح، فكله طالع بيتصرمح يا جدعان. فالنوتي بجد الام يعني في كل المخلوقات الام بجد هي الام يا جدعان. بس وده كده الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو كده بسيط سهل خفيف كده على قلوبنا. يا رب يكون عجبكم، وكان معكم ميسي سوفتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.